السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني التعليم الزراعي قسم الصناعات الغذائية، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهاردة. الحلقة بتاعت النهاردة في مادة الصناعات الغذائية. طبعا احنا في الحلقات السابقة اتكلمنا عن جزئية مهمة جدا، عن جزئية حفظ الغذاء، واتكلمنا وعرفنا يعني ايه عملية حفظ الغذاء، وعرفنا من خلال الحلقات السابقة ان عملية حفظ الغذاء هو عبارة عن ما هو الا تضبيط او وقف لمسببات الفساد اللي هي بتتناول الاحياء الدقيقة، وبتتناول الانزيمات، وبتتناول التفاعلات الكيميائية، وبتتناول التغيرات الفيزيائية. وبرضه تطرقنا ان في عندنا طريقة من طرق الحفظ، منها طريقة حفظ مؤقتة، وفي طريقة الحفظ المستديمة، وخدنا نموذج ليها هو عبارة عن استخدام او الحفظ باستخدام درجات الحرارة المنخفضة، واتكلمنا عن التبريد وعن التجميد، وعرفنا الطرق المختلفة لعملية التجميد، وعرفنا ازاي ايه هي وسائل التبريد، وعرفنا ايه هي سوائل التبريد، وخدنا ابسط نموذج ليه اللي هو الفريون وثاني اكسيد الكربون والامونيا. واتكلمنا برضو من خلال الحلقات السابقة ان الامونيا لا يفضل استخدامها كسائل تبريد، وقلنا ان من اسبابه ان هو رائحته نفاذة، وبالتالي بيؤدي الى تهيج في الجهاز التنفسي، وقلنا ان هو لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، ولكن عند وجوده مع الهواء بنسبة معينة قد يؤدي هذا الى عملية الى الانفجار. وقلنا كذلك ان النشادر في وجود الرطوبة ممكن ان هو يتفاعل مع معدن النحاس، وده يعتبر غير مفضل. قلنا ان في خواص مهمة جدا لسوائل التبريد، قلنا من اهمه، انا بعيد وازيد في الجزئية دي لانها جزئية مهمة جدا، ودي اللي بتساعد على ان دورة سليمة. اول حاجة قلنا ان سائل التبريد لابد ان تكون انخفاض في درجة الغليان، انخفاض في درجة التجمد، ارتفاع الحرارة الكامنة للتبخير، لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، يكون غير سام، ليست له رائحة نفاذة، يكون رخيص السمن. وقلنا ده كله بيتوفر في سائل الفريون، وطبعا ده يعتبر من أحسن السوائل المستخدمة في عمليات التبريد. واتكلمنا بعد ذلك ان قلنا دورة التبريد الميكانيكي، في عندنا في نظامين لدورة التبريد الميكانيكي، عندنا نظام الكبس ونظام الامتصاص، وشرحنا بشيء من التفصيل الدورة بتاعت نظام الكبس بتمشي ازاي داخل التلاجة. بعد كده توقفنا وقلنا ايه هي طرق الإذابة، قد يتكون تلج على انابيب التبخير، فاحنا في طرق مختلفة لإذابة هذا التلج المستمر، قلنا عن طريق الهواء او عن طريق الماء او عن طريق السخانات او الإذابة المستمرة للتلج. كل ده اتكلمناه، ودي كانت زي حلقة مستقلة بيها واتكلمنا. النهاردة بقى هناخد حاجة تانية خالص برضو، اللي هي عبارة عن الشراب الطبيعي والشراب الصناعي. طبعا احنا بنعرف احنا مقبلين على شهر رمضان الكريم، كل عام وحضراتكم جميعا بخير، وطبعا احنا بنفضل تملي في مائدة الافطار عندنا، ان احنا لابد ان احنا بنبتدي نشرب حاجة كده قبل لما نبتدي الفطار بتاعنا. وقلنا في عندنا كذا حاجة، في ثلاث مصطلحات لازم تخلي بالك منهم كويس جدا، في عندك العصير، وفي عندك الشراب الطبيعي، وعندك الشراب الصناعي. طيب التلاتة دول في فرق بينهم كبير، في فرق بينهم كتير. لما اجي اقول لك العصارة الطبيعية لثمار الخضر والفاكهة، ركز معايا، العصارة الطبيعية لثمار الخضر والفاكهة، الفاكهة ايه؟ الناضجة الغير متخمرة، ومزال منه البذور والقشور والالياف، ومعامل بطريقة حفظ مناسبة، ده يعتبر العصير. يعني العصير بتاخد عصارة الفاكهة اللي عندك ده، وبتشيل منها البذور والقشور والألياف، وهي ده بيبقى مفهوش أي نوع من الإضافات، فده يعتبر اسمه العصير. طيب لما نيجي نتطرق تاني ونقول الشراب الطبيعي، ايه الشراب الطبيعي ده؟ الشراب الطبيعي هتبص تلاقيه عصير فاكهة، عصير فاكهة طبيعي، مضاف إليه إيه؟ أحد المواد السكرية المصرح باستخدامها.
ايه المواد السكريه اللي ممكن تستخدمها؟ ممكن نستخدم السكر العادي اللي هو السكر الثنائي اللي هو سكر القصب اللي بنسميه السكروز. في بعض حاجات تانية نستخدم فيها الجلوكوز. طيب، ونجد مضاف اليه احد الاحماض العضويه. يعني احد الاحماض العضويه حاطين فيه حامض عضوي زي حامض الستريك، وبيتحط بنسبه معينه، بيتحط بنسبه 3 جرام لكل 1 كيلو سكر، والتركيز بتاعه بيتراوح ما بين 55 ل 60%. ده اسمه الشراب الطبيعي. يبقى ما اجي اقول لك عارف الشراب الطبيعي، الشراب الطبيعي هو عباره عن عصير الفاكهه الطبيعي المضاف اليه احد المواد السكريه واحد الاحماض العضويه، وبص ممكن كمان نضيف ليه بعض الاصنسات او الالوان لو لقينا الجوده بتاعه العصير قليله. يعني انت مثلا بتعمل عصير فراوله حطيت عليها السكر ولقيت الفراوله لونها مثلا لونها مش احمر قوي، ممكن ان انت تضيف لها احد الالوان المصرح باستخدامها في المواصفه القياسيه. طيب، وبرضو احد الاحماض العضويه زي حمض الستريك المصرح طبعا باستخدامه، طبعا ده طبعا اسمه الشراب الطبيعي. طب لما اجي اقول لك بقى الشراب الصناعي، بص ان حتى من الكلمه صناعي، يعني ايه صناعي؟ يعني كل حاجه فيه صناعيه. يعني دلوقتي انا ما بستخدمش اي حاجه طبيعيه خالص فيه. ما اجي اقول لك عارف الشراب الصناعي، الشراب الصناعي عباره عن محلول سكري، يعني ميه وسكر. طبعا بيضاف اليه الاصنسات، الاصنسات اللي هي مكسبات الريحه والطعم، يضاف اليه احد الالوان الصناعيه المصرح باستخدامها، مضاف اليه احد الاحماض العضويه المصرح باستخدامها، مضاف اليه قد يضاف لها ماده حافظه. طب تركيزه بيكون كام؟ بيكون 70%. وبنضيف له حمض الستريك اللي هو احد الاحماض العضويه بنسبه 5 جرام لكل 1 كيلو سكر. يبقى ده طبيعي وده صناعي. يبقى انت عندك العصير احنا مستخدمين عصاره طبيعيه ما حطيناش فيها لا سكر ولا الوان ولا اي حاجه، ده اسمه عصير. شراب طبيعي احنا خدنا منه العصاره او العصير بتاع الفاكهه وابتدينا حطينا عليه مواد سكريه واحد الاحماض العضويه، حسنا الجوده بتاعتها ووصلنا التركيز ل 55 ل 60. الشراب الصناعي لا، ده ما فيهوش عصير خالص، ده عباره عن محاليل سكريه بتحط فيه الوان، بتحط فيه اسانس، بتحط فيه، بس خلي بالك الحاجات او الاضافات اللي احنا بنضيفها دي لابد ان تكون موجوده في المواصفه القياسيه وبالنسبه المسموح باستخدامها. طب لما اجي اقول لك ايه الاهميه الغذائيه للشراب الطبيعي؟ الشراب الطبيعي يعني له أهمية كبيرة جدا للإنسان، وإحنا طبعا زي ما بقول لك لازم بنشربه. أول حاجة بنعملها بيعمل لك ارتواء، صح؟ لأن في نسبة مية، فالإنسان لما بيكون عطشان ولا حاجة لو شرب نوع الشراب الطبيعي ده بيعمل له عملية ارتواء حلو جدا. نجد أنه الشراب الطبيعي فيه نسبة من العصير، طبعا عصير طبيعي وبالتالي أو عصارة طبيعية، وبالتالي يحتوي على الفيتامينات ويحتوي على الأملاح المعدنية، ودي من شأنها مفيدة جدا لجسم الإنسان. برضه بيحتوي الشراب الطبيعي على المواد السكرية، ودي تعتبر من يعني بتعمل إيه؟ بتعمل بتزود الطاقة للإنسان، ودي تعتبر كويسة. الشراب الطبيعي هناك فيه أحماض عضوية زي حمض الستريك، ده ممكن بيساعد على التوازن الأسموزي للجسم وبيرفع ساعات حموضة المعدة، بيساعد على سرعة عملية الهضم. يبقى دي يعتبر فايدة أو القيمة الغذائية للشراب الطبيعي. طب بالنسبة للشراب الصناعي هل يوجد له قيمة غذائية؟ لا طبعا، هو كله صناعي في صناعي، ما فيش غير نسبة السكر فقط اللي هي بتسبب ارتفاع في القيمة، يعني اعطاء الجسم نوع من الطاقة لان في سكر. نشوف مع بعض الكلام اللي احنا قلناه من خلال الشرائح الجاية عشان نفهمك يعني ايه التعريف العلمي للشراب الطبيعي والشراب الصناعي. الشراب الطبيعي زي ما انت شايف كده، اما نيجي نقول عرفه، عرف او تعريف الشراب الطبيعي، هنقول الشراب الطبيعي عبارة عن عصير الفاكهة المضاف إليه أحد المواد السكرية المسموح باستخدامها اللي احنا عارفين طبعا اللي هو السكروز، والمضاف إليه أحد الأحماض العضوية، أحد الأحماض العضوية المقصود بها حمض الستريك اللي هو ملح الليمون،
والمعامل بإحدى طرق الحفظ. طبعا احنا ما نقدرش ان احنا نسيب الشراب الطبيعي كده، الا لازم نعمله طريقة حفظ، لان تركيز السكر فيه ما بيوصلش للتركيز الحافظ اللي هو التركيز بتاعه من 55 ل 60%. نعرف تاني الشراب الطبيعي. الشراب الطبيعي هو عبارة عن عصير الفاكهة المضاف اليه احد المواد السكرية المسموح بها، والمضاف اليها أحد الأحماض العضوية، والمعامل بإحدى طرق الحفظ، يصل تركيز السكر من 55 إلى 60%. طب لما أجي أقول لك عارف الشراب الصناعي، الشراب الصناعي هيقول لك إيه؟ الشراب الصناعي عبارة عن محلول سكري، يعني مية وسكر، مضاف إليه أسانس، الأسانسات دي لإكساب الرائحة والنكهة المرغوبة. طبعا في عندنا أنواع كتيرة من الأسانسات، مثلا عندنا أسانس الخوخ، أسانس الورد، أسانس الفراولة، كل دي أسانسات صناعية عشان تكسب المحلول السكري الرائحة والنكهة المرغوبة، ومضاف إليه لون صناعي وحمض عضوي، المقصود بالحمض العضوي اللي هو حمض الستريك، ومادة حافظة، بيصل تركيز السكر فيه كام؟ 70%. التاني كان السكر فيه 55 ل 60%، ده السكر فيه كام؟ 70%. في عندك دلوقتي لما اجي اقول لك عرف الشراب الصناعي، قلنا عبارة عن زي ما قلنا عبارة عن محلول سكري مضاف إليه أسانس الإكساب والرائحة والنكهة المرغوبة، ومضاف إليه لون صناعي ومادة حافظة، وتركيزه قلنا 70. اما اجي اقول لك ايه هي المواد الخام اللازمه لصناعه الشراب الطبيعي، طب اول ماده خام هي عباره عن عصير الفاكهه الطازج، عصير فاكهه طازج. في عندك حاجه تانية اللي هي الماده السكريه، عندك حمض الستريك والمواد الحافظه، وفي عندك الأسانسات، وقلنا في حالة استخدام فاكهة فقيرة، ده بنستخدمها في حالة وجود الفاكهة الفقيرة منها. طيب المواد الخام بقى اللازمة لصناعة الشراب الصناعي، عندك حاجات مختلفة للشراب الصناعي، عندك أول حاجة السكر، السكر، في عندك الأسانسات، دي تعتبر مادة خام بحطها في الشراب الصناعي، في عندك المادة الحافظة اللي هي بنستخدمها المشهورة جدا اسمها مادة بنزوات الصوديوم، وفي عندك حامض الستريك، وفي عندك المية، وفي عندك الألوان الصناعية. طب زي ما انت شايف اهو، ألوان وأصنصات دي ممكن ان احنا بنستخدمها في حالة الـ 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 في حالة ايه؟ في حالة الشراب الصناعي والطبيعي. طب لما اجي اقول القيمة الغذائية للشراب الطبيعي، زي ما احنا قلنا، قلنا اول حاجة يحتوي على نسبة من المية، وده بيعمل بيروي العطش، ودي حاجة مهمة جدا. حاجة تانية قلناها ان هو بغني بالفيتامينات والاملاح المعدنية، ودي من شأنها طبعا انها بتخلي الجسم يستفيد من اعلى قدر ممكن من الفيتامينات. برضو قلنا بيمد الجسم بالطاقة علشان هو فيه نسبة سكريات عالية، وبالتالي بتدي طاقة للجسم. في عندك كمان قلنا بيحتوي على الأحماض العضوية اللي هو حمض الستريك، وده طبعا بيعمل ايه؟ ده بيعمل يحافظ على الاتزان الملحي لجسم الإنسان ودورة الدم داخل الإنسان اللي هي اسمها التوازن الإسموزي. وبرضه بيعمل طبعا وجود الأحماض العضوية ده بيعمل على رفع حموضة المعدة، وبالتالي بيسهل لك من عملية هضم الغذاء. برضه احنا نبقى عايزين نعرف ان عندنا الشراب الطبيعي، عندنا زي مثلا عصير الليمون، العصير مثلا زي عصير الليمون عندنا بتصل نسبة السكر فيه ل 2%، في عندك لو انت عملت عصير عنب بتصل نسبة السكر فيه ل 16.8. لما اجي اقول لك ايه هي الخطوات صناعة العصير لاستخدامه في صناعة الشراب الطبيعي، اتكلم في النقطة دي شوية كده. خلي بالكو ان احنا لابد ان احنا نعرف خطوات صناعة العصير، وبالتالي العصير ده هو اللي انا هبتدي اخده علشان ابتدي اشتغل بيه شراب طبيعي. احنا سبق احنا خدنا صناعة العصير في الصف الاول، وعرفنا ايه هي الخطوات الاساسية في صناعة العصير.
هنقولها ونراجعها مع بعض، لانك لازم بتبقى عارفها علشان خاطر هي دي المادة الخام اللي انت هتبتدي تاخدها علشان تصنع الشراب الطبيعي بتاعتك. اول حاجة بتعملها اختيار الصنف. تيجي بتختار الصنف، لابد ان يكون هذا الصنف ناضج، لابد ان يكون غير مصاب باي نوع من انواع الافات، لابد ان يكون كامل النضج. طبعا كده الصنف ده انت هتختاره علشان خاطر نبتدي ندخله في صناعة العصير. برضو سبق وقلنا قبل كده ان هناك اصناف لا تصلح لعمل العصير. على سبيل المثال، لما تيجي تاخد او تعمل عصير برتقان، انت بتفضل ان احنا بنستخدم البرتقان البلدي عن البرتقان ابو سر او السكري علشان خاطر ان احنا نصنع منه عصير. طبعا ليه؟ قلنا علشان البرتقان البلدي نسبة العصير فيه بتكون عالية، مركبات اللون والطعم والرائحة موجود فيه بنسبة عالية، وبالتالي العصير بيبقى جودته عالية. لكن لو انت استخدمت مثلا برتقان سكري، هتبص هتلاقي عبارة كأنك بتشرب مية بسكر، وتلاقي مركبات الطعم فيه ضعيفة، وبرضو أبو سرة لا يصلح لعمل العصير. دي أول حاجة. عندك مثلا في الليمون، لو انت عايز تعمل او تجيب عصير ليمون تعمل ايه؟ لا يفضل استخدام ليمون البنزهير، ولكن يفضل استخدام ليمون الأضاليا. ايه ليمون الأضاليا ده؟ ليمون الأضاليا بيبقى ليمون كبير في الحجم، نسبة العصير فيه عالية، نسبة الزيوت المسؤولة عن المرارة بتكون منخفضة في ليمون الأضاليا، علشان كده يفضل ان في استخدامه في صناعة العصير. لما نيجي نستخدم الفراولة، نستخدم الفراولة اللي لونها أحمر، اللي نسبة المواد الصلبة فيها عالية. لما نيجي نستخدم المانجو، نستخدم المانجا اللي فيها نسبة بذور قليلة ونسبة اللحم فيها عالية، عشان نسبة التصافي بتاعة العصير تكون عندنا عالية. لما نيجي نستخدم، أنا كل دي بقولها لك أمثلة علشان خاطر أقولك في اختيار الصنف. طماطم، ما نستخدمش الطماطم إلا لما تكون نسبة المواد الصلبة فيها عالية أو مرتفعة، وده بيؤثر بالإيجاب على كمية العصير وجودته اللي بنحصل عليه من عملية من اختيار الصنف. تاني حاجة بتعملها عملية الفرز. طبعا بيبقى عندك فرز كده معين، بتشوف الحاجة الكويسة بتخليها عندك، الحاجة اللي هي مش مظبوطة تستبعد تماما، علشان خاطر كل مكان انت بتمارس او الممارسات الصحية جيدة والممارسات التصنيعية بتاعتك جيدة، هتلاقي انت بنيت بناء او اساس سليم هنطلع عليه بعد كده، عشان المنتج بيكون عالي الجودة. طب انت خدت دلوقتي عملية الفرز، بتروح بعد كده العملية اسمها عملية الغسيل. خلي بالك ان كل نوع من انواع الثمار لها طريقة في الغسيل بما يتناسب مع طبيعة الثمار المستخدمة. يعني انت لما تيجي تغسل فراولة غير ما تيجي تغسل جزر، صح ولا لا؟ ليه؟ لان الفراولة الانسجة بتاعتها طرية، ممكن في اثناء عمليه الغسيل لو ما اتغسلتش بطريقه صحيحه، هتبص تلاقي نفسك الثمار او الانسجه ممكن يحصل لها نوع من انواع التهتك وتجريح، وبالتالي نسبه الفاقد بتكون عاليه. الفراوله لما بتيجي تتغسل، بتتغسل بحاجه اسمها الرشاشات، بمعنى الفراوله بتمشي على سير متحرك، سير مثقب بيمشي عليه الفراوله، وبتبقى فيه زي انابيب رشاشه بتنزل رذاذ من الماء. هذا الرذاذ من شأنه انه بيعمل عمليه غسيل للثمره كويس جدا، دون ان يحدث للثمره اي خدوش او جروح، وبالتالي بتكون الثمره عندك ممتازه، ما حصلش اي حاجه. طيب في حاجة كمان، رقم 2، عندك الثمار اللي بتكون خشنة او الانسجة بتاعتها جامدة او ناشفة، زي عندك الجزر. طيب دي بنستخدم لها نوع من انواع الغسيل، اللي هي الغسيل عن طريق البراميل الدوارة. بتبقى برميل كده دائري او اسطواني، وهذا البرميل بيبقى عبارة عن شرايح من الخشب، بيبقى من داخلها حاجة عاملة زي الصنفرة او حاجة عاملة زي الفرشة، وبيبقى فيه دش ماء نازل اثناء عملية تدوير هذا البرميل. بندخل الجزر، وانا سبق في حلقات سابقة وريتكم الاجهزة او آلة الغسيل الجزر،
بيدخل الجزر وهو محمل بالأتربة، وبالتالي مع حركة الأسطوانة الدائرية بيتعرض الثمر أو الخضر إلى عملية الاحتكاك بالشرايط الخشبية الخشنة دي، وبالتالي مع وجود المية بيحصل لها عملية غسيل جيد جدا للثمار اللي عندك عشان يدخلها في عملية التصنيع. طيب بعد عملية الغسيل طبعا، وقلنا عملية الغسيل هناك طبعا، احنا الغرض من عملية الغسيل ايه؟ عبارة عن ازالة الاتربة والقاذورات، تقليل الحمل الميكروبي اللي موجود، يعني القضاء على معظم الاحياء الدقيقة اللي موجودة على الثمار الخضر او الفاكهة. برضو حاجة كمان لازم ان انت تاخد بالك منها، قد يعامل ماء الغسيل ببعض الاحماض زي حمض الهيدروكلوريك بنسبة نص او 1.5%، لا ده من شأنه ان هو بيؤدي الى ازالة اثار المبيدات اللي عندك. يبقى انت بص بقى احنا بنتكلم بالتفصيل ازاي. عندك اول حاجة عملنا انتخاب الصنف وعرفنا الاصناف، عملنا عملية الفرز، عملنا عملية الغسيل. طب في عملية تانية اسمها عملية التقشير. هل انت هتقدر في بعض انواع الثمار لابد ان انت بتقشرها او بتشيل البذور او النواة اللي داخلها علشان تبتدي تدخل للمرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة ايه؟ استخلاص العصير. طب استخلاص العصير يعني ان انت هتدخلها جوه العصارة علشان تبتدي العصارة تشتغل على الثمار وتنزلك العصارة الطبيعية بتاعت الثمار. طب ايه هي؟ ايه هي العصارات دي؟ برضو هناك عصارات كل عصارة تتلائم مع نوع الثمار، يعني في عصارات ممكن نستخدمها لعصر البرتقال. زي ايه؟ طبعا احنا عندنا في البيت بالنسبة للبيت على النطاق المنزلي بنستخدم العصارة المخروطية، كلنا عندنا عصارات مخروطية، بنبتدي نقسم الثمرة او البرتقال لنصفين ونبتدي بالعصارات المخروطية نبتدي نعمل عملية الايه، عملية الضغط، وبالتالي بتنزل العصير عندنا. لما تيجي تدخل بقى على محل عصير البرتقال بنبص نلاقي بنستخدم عصارة مخروطية ولكن ليها دراع كده اسمها ذات ذراع ايه، ذات ذراع ضاغط. في عصارات تانية، عصارات الجزر الكهربائية، في عندك العصارات الاسطوانية، ودي عصارات بنستخدمها في استخلاص عصير القصب. بنحط القصب ما بين السلندرات كده او الاسطوانات، بنتحكم في المسافة ما بين الاسطوانات، ده من شأنه يؤدي الى ان عصير القصب اللي عندك يبتدي يعني يعمل عملية العصر. كل دي اسمها استخلاص العصير. نشوف خطوات استخلاص العصير دلوقتي علشان اكمل لكم ازاي بناخد العصير ده وندخله في صناعة الشراب الطبيعي. نشوفها مع بعض. خطوات صناعة العصير لاستخدامه في الشراب الطبيعي، عندك اول حاجة زي ما انت شايف كده عفوا، اختيار الصنف المناسب، اختيار الصنف المناسب، بيختار الصنف الصح. طيب بعد كده بيعمل عملية ايه؟ بيعمل عملية الفرز الابتدائي زي ما انت شايف كده، بيبقى في المصنع ماشي البرتقال او ماشي اي حاجة ويبتدي يعمل عملية فرز علشان خاطر يحط كويس ويشيل الوحش اللي موجود فيها. بعد كده بيعمل عملية الغسيل، واحنا عندنا في طرق من طرق الغسيل، في آلات الغسيل ذات الرشاشات، وفي عندك آلات الغسيل البرميلية الدوارة. وقلت لكم طبعا عملية الغسيل دي كل حاجة بتتناسب مع نوع الثمار. الرشاشات دي ممكن استخدمها في حالة الثمار اللي بتكون نزق الأنسجة بتاعتها طرية أو لينة، في الغسالة البرميلية دي اللي بستخدمها في حالة الثمار اللي بتكون ناشفة شوية. طبعا هنا نماذج او صور لطريقة غسل الفراولة وبعض الثمار زي المانجو وغيرها، بيوريك ببساطة شديدة جدا عملية الغسيل بتتم ازاي داخل مصانع العصائر. بعد كده عندنا في عملية الفرز والتدريج، تاني بيتعمل عملية فرز علشان خاطر بعد الغسيل لو في اي مشكلة بيبتدي يستبعدوا التالف ويبتدي يعملوا الخطوة اللي بعد كده، الاعداد والتجهيز. يعني ايه اعداد وتجهيز للعصر؟ قبل ما بيجوا يعصروا بيبتدوا يعملوا عملية التقشير وإزالة النوى، لو في حاجة عايزة تتقشر تتقشر، لو حاجة عايزين نشيل منها النوى زي ما انتوا شايفين كده بنشيل النوى منها علشان خاطر تدخل في العملية اللي بعد كده اللي هي عصر الثمار.
طبعا انتوا شايفين عندنا عصارة الجزر الكهربائية زي ما انت شايف، في عندك العصارات المخروطية، في عندك عصارات السلندرات، كل دي بتتناسب مع نوع الثمار اللي عندك عشان خاطر تبتدي تدخله في صناعة الشراب الطبيعي. طبعا بعد ما بتيجي تعمل عملية العصر لازم بتلجأ إلى حاجة اسمها التصفية. طب الغرض من عملية التصفية ايه؟ بتصفي اللي هي الغرض منها ان انت بتفصل القشور والالياف الخشنه، يعني انت بعد ما بتيجي تستخلص العصير بتعمل عمليه التصفيه. فتخلي بالك ان هناك انواع كثيره من المصافي، زي ما انت شايف في الصوره دي اول نوع من المصافي مصافي اسطوانيه، بتبقى عباره عن اسطوانه، الاسطوانه دي بتبقى مخرمه وبتدور. طب لما بتيجي تدخل جوه فيها العصير يبتدي العصير او القشور والالياف تتحجز داخل الاسطوانه وبينزل العصير خالي من البذور والقشور والالياف. ده في نوع تاني من المصافي اسمها المصافي الهزازه، زي ما هتشوفه طبعا في مصافي الهزازه، المقصود بالها مصافي الهزازه بتبقى عامله شكل الغربال بتتهز وتبتدي تنزل لنا العصير دون الشوائب. بعد ما بنيجي نعمل عملية التصفية في عملية اسمها عملية الترشيح. عملية الترشيح ده برضو أحب أتكلم عليها شوية. أنت دلوقتي عملت مسكت العصير، العصير دخلته في المصفى، المصفى دي قلنا عندنا في عندنا مصافي كتيرة جدا، في عندك مصافي اسطوانية زي ما أنت شفتها في الصورة، في عندك المصافي الهزازة بتبقى عاملة زي الغربال بتتهز كده ينزل عليها العصير تتحجز فيها التفل والبذور وبينزل العصير زي ما احنا عندنا كده. بعد كده بيحصل ايه؟ بنبتدي نضيف عليه او في نوع تاني من المصافي المصافي العادية. بعد ما بيتعمل المصافي بندخل لحاجة تانية اسمها الترشيح. هناك بعض الشوائب بتبقى موجودة في العصير بتبقى أدق شوية دقيقة شوية، ما ينفعش تتشال بالمصافي، علشان كده بنلجأ ليها لعملية اسمها عملية الترشيح، وبنستخدم لعملية الترشيح زي قماش من القطن أو اللواح من الإسبستوس، ده من شأنها إنها بتحجز لك معظم الشوائب أو التفل الصغير اللي هو من شأنه إن هو بيخلي لك منظر العصير بيبقى عكر وبالتالي بتتشال. برضه تخلي بالك انت خدت في الصف الاول ان ساعات بيطلع للعصير بتاعته ظاهره مشهوره جدا اسمها ظاهره الترويق. ظاهره ايه؟ الترويق. ظاهره الترويق ده اللي هو ان العصير بينفصل لطبقتين، وده بيبقى في حاله ان احنا بنستخدم ثمار زائده في النضج، ودي طبعا بتبقى سبب فيها الانزيمات، وبالتالي احنا لابد ان احنا او في مواد، المواد دي بتكون موجوده جوه العصير دي بتعمل ايه؟ هذه المواد بتعمل ظاهره الترويق. ايه المواد دي؟ قد تكون هذه المواد مواد غرويه، مواد بكتينيه، مواد بروتينيه. المواد دي لما بتكون موجوده جوه العصير دي بتعمل ظاهره الانفصال ده. علشان كده لابد ان احنا عارفين ان احنا قد نجري بعض الاجراءات على هذا العصير علشان نزيل هذه المواد الغرويه وهذه الشوائب اللي هي ما تنفعش انها تطلع بالترشيح على او ظاهره الترويق. خلي بالك ان ظاهرة الترويق دي او المواد دي اللي احنا عايزين نشيلها عشان ما تعملش فصل للعصير دي ممكن نعملها في جميع العصائر باستثناء عصير الجوافة وعصير المانجو، لان عصير الجوافة وعصير المانجو المركبات الطعم والريحة موجودة في هذه المواد الغروية والمواد البروتينية. لو انت شلت المواد البروتينية والغروية هتبص تلاقي العصير بتاع المانجا لا ليه لون ولا طعم ولا قوام، وبالتالي انت أثرت بالسلب او بقت العصير عندك بقى مش كويس. لكن المواد اللي هي الغروية او المواد اللي بتسبب انفصال العصير لابد ان احنا نشيلها. احنا خدنا ازاي بنشيلها قبل كده، ان احنا ممكن نشيلها عن طريق الجاذبية الارضية، ان احنا نخلي العصير في حالة سكون تحت طريقة حفظ مناسبة علشان المواد الغروية تبتدي تنزل ونبتدي بالطرد المركزي نشيلها.
أو إن إحنا بنشيل المواد الغروية أو هذه الشوائب المسببة في ظاهرة الترويح إما بالحرارة العادية أو المرتفعة، يعني بنسخن العصير وبالتالي بنقضي على الإنزيمات وبنجمع هذه المواد المسؤولة عن انفصال العصير وبعد كده بنبتدي نشيلها. أو استخدام الحرارة المنخفضة، إن إحنا بناخد العصير وبنعمل له عملية التجميد، وبالتالي التجميد ده هيخلي المواد المسؤولة عن ظاهرة الترويج تتجمع كلها مع بعضها، وبالتالي من السهل إن إحنا نشيلها بعد كده بالطرد المركزي. أو إن إحنا نحط بعض المواد داخل العصير، هذه المواد تعمل زي مغناطيس تجمع لك المواد المسؤولة عن ظاهرة الترويق. زي ايه المواد دي؟ خدناها قبل كده، زي مادة التانين مع الجيلاتين، بنعمل مخلوط منهم تانين 35 جرام مع جيلاتين 50 جرام، بنحطهم مع بعض ويضافوا الى العصير، هذا من شأنه يجمع لك معظم المواد المسؤولة عن ظاهرة الترويق، وبعد كده بنعمل ترشيح ونشيلها. دي ممكن تتحط في شاش كده وتبتدي، او تتعمل زي عجينه وتتحط في شاش وتنزل جوه العصير، دي تعمل زي المغناطيس تلم لك كل المواد المسؤوله عن ظاهره الترويق. طب ده ممكن كمان حاجه تانية، ممكن ان احنا نضيف بعض المستخلصات الانزيميه زي ماده مشهوره جدا اسمها البكتينول. البكتينول بنحطها حوالي 1 جرام لكل 75 لتر عصير، ده من شأنه ان هو يجمع لك المواد المسؤوله عن ظاهره الترويق وبالتالي بيلمعها كلها. يبقى انت دلوقتي كل خطوات العصير واضحه قدامي جدا، اختيار الصنف، عملية الفرز، عملية الغسيل، عملية التجهيز اللي هي إزالة النوى والتقشير، وبعد كده الفرز مرة أخرى، وبعد كده بتعمل عملية العصر، وبتعمل عملية الترشيح، وبعد كده بتعمل عملية الترويق اللي هي بنشيل المواد المسؤولة عن ظاهرة الترويق. نشوف مع بعض الكلام ده وبعد كده نقول هنعمل إيه عشان نعمل الشراب الطبيعي. عندك دلوقتي الترشيح، قلنا زي ما قلنا امرار العصير خلال قماش دقيق النسيج او طبقة من القطن، او تستخدم مرشحات ذات الواح الاسبستوس، او بنستخدم الاسبستوس مع ايه؟ بنستخدم الاسبستوس مع القطن. في عندك الخطوة اللي بعد كده ان انت بتعمل خلخلة للهواء، طبعا احنا ظاهرة الترويق انا اتكلمت عليها عشان هي قبل كده كانت في الصف الاول، خلخلة الهواء ان احنا بنشيل الهواء من جوه العصير. وخلي بالك كويس جدا ان انت بتشيل الهوا من جوه العصير عشان ما يعملكش اكسده للون والطعم والريحه. يبقى اول حاجه انت بتعمل خلخله ازاي؟ ان انت بتشيل الهوا اللي جوه العصير وتدخل بداله هواء خامل. زي ايه؟ غاز خامل. زي ايه؟ عندك النيتروجين اللي هو عن طريق الغاز الخامل النيتروجين، او ان انت بتعمل بعض المعاملات الانزيمية، او بتعمل تسخين للعصير الى 125، من شأنه عملية التسخين انها بتطرد لك الهواء اللي جوه العصير. يبقى اذا لابد ان انت، دي خطوة مهمة جدا لان دي من الحاجات اللي بتأثر وجود هواء داخل العصير، ده هيخلي لك اللون هيبتدي يبهت معاك، يبقى اللون متأكسد. هتبص تلاقي لو انت عندك عصير فراولة تبص تلاقي لونه يبتدي يبقى يتحول للون البني كده. طب انت بتعمل خلخلة للهواء، يعني ايه خلخلة؟ ان انت بتشيل الهواء الاكسجين بتطرده وتحل محله تاني حاجة تانية، غاز خامل زي النيتروجين وزي المعاملات الإنزيمية وزي تسخين العصير على درجة 125 درجة فهرنهايت. بعد كده بتعمل إضافة السكر. طيب خلي بالكم أبناء الطلبة والطالبات، الحتة الجزئية دي هتكلم فيها شوية، إن إضافة السكر، أنت دلوقتي خلاص عملت المادة الخام بتاعتك، إحنا قلنا إيه؟ إيه هي المكونات الأساسية في صناعة الشراب الطبيعي؟ احنا قلنا اول مكون ايه؟ ابناء الطلبة كلهم بيقولوا معايا اول مكون كان عبارة عن العصير، صح كده؟ عصير الطبيعي. تاني حاجة عندك اللي هو ايه؟ السكر. ده السكر اللي هتضيفه علشان خاطر، يبقى انت طالما عملت اضافة يبقى انت كده حولت العصير الى شراب، لان انا قلت لك العصير لوحده ما فيهوش اي نوع من انواع الاضافات، لكن لما مجرد ان انت تضيف السكر يبقى معنى كده ان انت عملت الشراب. احنا قلنا الشراب الطبيعي بتضيف السكر، هناك 3 طرق لإضافة السكر عشان تعمل شراب طبيعي، في 3 طرق لإضافة السكر.
في عندك إضافة السكر على البارد، وفي إضافة السكر على الساخن، وفي إضافة السكر بالطريقة النصف ساخنة. طب إضافة السكر على البارد يعني إيه؟ يعني بيبقى عندك العصير موجود، بتحط عليه كمية السكر اللي أنت هتوصل لتركيز 60%، نسبة المواد الصلبة هتوصل 60%. طيب بتحط السكر على العصير على البارد، وتفضل تعمل عملية التقليب المستمر حتى يختفي السكر تماما ويذوب في العصير. دي أول طريقة لإضافة السكر. في الطريقة التانية اللي هي الطريقة على الساخن. يعني إيه على الساخن؟ يعني أنت بتضيف السكر على العصير وتبتدي تجري عملية التقليب المستمر على النار أو على الحرارة، وبالتالي الحرارة هتساعد على سرعة الإذابة للسكر، وبالتالي بسرعة بسرعة كده هتبص تلاقي ابتدى السكر بيدوب معاه. في عندك النصف ساخن. النصف ساخن ده بقى حاجة تانية، ان انت بتعمل ايه؟ بتاخد العصير عندك، بتاخد نص كمية او ربع كمية مية تعادل ربع العصير، ويبتدي يحط عليها ايه؟ السكر. خلاص، ويبتدي يقلب السكر مع المية، ويحط المحلول السكري ده على العصير على البارد. طبعا ابناء الطلبة والطالبات، الطريقة او طرق اضافة السكر دي تعتبر مهمة جدا في الخواص اللي بتيجي بعد كده للشراب الطبيعي اللي عندنا النهاردة. طبعا أبناء الطلبة والطالبات، إن شاء الله لنا استكمال في الحلقة القادمة على الطريقة أو إزاي أو إيه هي عيوب الشراب الطبيعي والصناعي، وإزاي الفرق ما بين إضافة السكر على البارد وعلى الساخن والنصف ساخن، وده إن شاء الله هيكون خلال الحلقة القادمة. أتمنى من أبناء الطلبة والطالبات يكونوا استفادوا من الحلقة هذه، على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.